من جانبها شددت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون رفض بلادها استخدام إسرائيل التجويع سلاحا في الحرب على قطاع غزة، مؤكدة دعم سلوفينيا دور وكالة الأونروا في القطاع. وأشادت وزيرة الخارجية سلوفينيا بجهود مصر الاستثنائية على الصعيد الإنساني بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يمكنني القول أنكم تقومون بعمل استثنائي للأشخاص الذين يعانون في غزة. إن الجوع والمجاعة باعتبارهما وسيلة للحرب هما أمران غير مقبولين. من المهم للغاية أن تسمح إسرائيل بفتح الطرق الإنسانية وضمان أن الطعام والأدوية وجميع ضروريات الحياة تصل إلى الناس في غزة. إن استخدام المجاعة والتجويع كسلاح في الحرب هو أمر مخزي. إن سلوفينيا تدعم الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في تقديم المساعدة الإنسانية، وجميع الأطراف عليها أن تدعم الأونروا في عملياتها المستمرة وتحترم حيادياتها ودورها الإنساني.